إذا كانت ليالي انتصارات الأهلي جميلة فالنهاردة يوم جميل من الليالي دي. أهلا بك يا أحمد. أهلا بك يا فارس، وأهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الأهلي خط أحمر. رجعنا لكم في شكلنا الجديد مع انتصار مهم جدا، نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن احنا نلقي الضوء عليه. راجعين كلنا حماس، بنستمد ده من حماس النادي الأهلي النهاردة ومن إرادة لاعبيه ومن رهان بعد التعثر أمام سيمبا ثم التعادل أمام فيتا، وبدأت تتعالى الأصوات بالقلق. كنا معاكم هنا وبنقول وبنأكد إن إن شاء الله النادي الأهلي قادر يتأهل ويتجاوز الأدوار القادمة. النهاردة لازم أقف عند جملة قالها كابتن عصام الشوالي، وهي ضريبة الخماسية يا صن داونز سوف تدفعها عام بعد عام إلى يوم يبعثون. الجملة دي مش مجرد تعليق في مباراة، الجملة دي بتعكس الناس شايفة ازاي جينات وثقافة النادي الأهلي. ممكن في لحظة انتصار تفوز على النادي الأهلي بنتيجة تقيلة، بس صدقني هتفضل تدفع تمنها كتير جدا يا أسامة، لأننا من الفراعنة، فلعنة الفراعنة تصاحب لعنة الأهلي، تصاحب فريق صن داونز. فريق صن داونز واجهنا 10 مواجهات كانت هزيمة واحدة للنادي الأهلي، وللأسف كانت الهزيمة بخماسية. وما أحلى كرة القدم عندما تعطيك الفرصة أن أنت تنتقم كرويا. ده حصل في دور الثمانية العام الماضي، وحصل الدور ده نتمنى يكون فقل حسن. فزنا على صن داونز في دور الثمانية العام الماضي، قدرنا نحقق لقب البطولة، يكون فزنا النهاردة أو صعودنا النهاردة أيضا على فريق صن داونز يكون برضو فقل حسن لتحقيق البطولة. وطبعا أصبح نصف النهائي بين الأهلي والترجي، وبين الأهلي والترجي حوارات كتيرة جدا وتاريخ كبير جدا جدا، لكن إن شاء الله الأهلي قادر على الصعود للنهائي. الأهلي بيقدم كرة مختلفة، الأهلي يمتلك الآن شخصية البطل. هذا الجيل من اللاعبين أصبح الآن على بعد خطوة واحدة، مبارتين فقط لغير للوصول للنهائي الثاني على التوالي. أعتقد يا فارس ده بمكتسبات للجيل الحالي، وتحديدا منذ صفقات يناير 2019، وبدأ الجيل ده يعود بقوة وبدأ يعيد هيبة النادي الأهلي الأفريقية. شخصية الجيل وشخصية النادي الأهلي يا أسامة واضحة. النادي الأهلي فعلا فريق مباريات ببطولات. في بعض الفرق أحيانا تقدم أداء يكون خادع حتى لو هي عندها الإمكانيات. أنا عايز أقول النهاردة إن الانتصار جعل فريق ما ينفعش نتعامل معاه بذاكرة عند أجزاء فقط. نفس كتير جدا من الناس كانت بتقول إن صن داونز يا أحمد لو تفتكر هو المرشح الأول للقب. هو حقيقي أقوى فريق في أفريقيا بالفعل. كنا بنقول إن صن داونز بيقدم كورة جميلة، صن داونز بيقدم كورة هجومية، صن داونز فريق صعب في المعادلة. النهاردة أنت بتقدر تتفوق على صن داونز ده، وعشان كده يا أحمد أنا بشوف إن النادي الأهلي لازم ياخد حقه، وما نجيش في اللحظة دي نقف عند حتة إن إحنا أقصينا الفريق، فيبدأ المنافس اللي كان بشهادته، أعتقد أحد الإعلاميين المنتمين للمنافس كان بيقول إن النادي الأهلي وقع في مواجهة أقوى فرق البطولة. اتمنى ما يتحولش ده ان صن داونز فريق ضعيف، لان صن داونز للامانه فريق قوي، وعلى شعاره وعلى تيشيرته نجمه واحده فقط خدها على حساب نادي الزمالك. هو واقع في مشكله دلوقتي، الاهلي والترجي في نصف النهائي، هيحتار يشجع مين؟ صحيح.